باب تقدير المعاصي على العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق. زاد مسلم في رواية: والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. لا محالة، لا بد له منهم.